الرئيس السيسي يؤكد أن اتجاه السادات للسلام من أعظم وأشجع مبادرات العصر الحديث. السيسي يؤكد متانة وخصوصية العلاقات المصرية السعودية. المالية تعلن تشكيل لجنة بين الضرائب والغرف التجارية لحل مشكلات النشاط التجاري والصناعي. من مساء السادسة في جرينتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الرئيس الراحل أنور السادات تجسدت فيه حكمة شعب مصر العريق وامتلك شجاعة القرار ورؤية المستقبل. وخلال كلمته بمناسبة مئوية ذكرى مولده، أشار السيسي إلى أن سيرة الزعيم الراحل ستظل ملهمة للجميع، لافتا إلى أن السادات اتخذ قرار حرب أكتوبر المجيدة في ظل ظروف صعبة وتحت ضغوط هائلة، إلى أنه أجاد التخطيط والإعداد والترتيب حتى تحقق نصر أكتوبر الذي مهد الطريق أمام السادات ليقوم بواحدة من أعظم وأشجع مبادرات العصر الحديث ويتجه نحو السلام. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعداد الجيد والالتزام بالجداول الزمنيه المقرره لانشاء البنيه الرقميه والمعلوماتيه بالعاصمه الاداريه الجديده لتصبح بوابه لدخول مصر لعصر المدن الذكيه. وخلال اجتماعه مع وزير الاتصالات عمرو طلعت ومدير اداره النظم والمعلومات للقوات المسلحه اللواء ياسر ابو مندور، وجه السيسي كذلك بتكثيف الجهود فيما يتعلق بميكنه اعمال الحكومه، كما وجه الرئيس بالتركيز على التدريب الراقي والمتطور للكوادر البشريه والقيادية لزيادة تأهيلها على العمل في البيئة الرقمية، بما يساهم في تنفيذ خطط الدولة لإنشاء منظومة حكومية متطورة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي متانة وخصوصية العلاقات المصرية السعودية، مشيدا بمواقف المملكة قيادة وشعبا تجاه مصر على جميع الأصعدة. وخلال استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد الشيخ، أكد السيسي أهمية الارتقاء بقنوات التواصل الشعبية بين القاهرة والرياض على المستوى البرلماني. من جانبه ثمن آل الشيخ الجهود البناءة والملموسة في مصر خلال السنوات الأخيرة للنهوض بالدولة على كافة محاور التنمية، خاصة المحور الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية وإقامة المشروعات القومية العملاقة في مختلف أنحاء الجمهورية. أعلن رئيس الوزراء وزير الإسكان مصطفى مدبولي إتاحة 609 ألاف وحدة سكنية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل. وأعلن مدبولي في بيان له أنه تم تخصيص 144 ألف وحدة سكنية بمشروعي الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وتخصيص 28 ألف وحدة سكنية لتطوير المناطق غير الآمنة، إضافة إلى 40 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها بمشروع 1 أكتوبر، وهو أحد مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص. أعلنت وزارة المالية تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية لحل مشكلات النشاط التجاري والصناعي. وأكد وزير المالية محمد معيط أن قرار تشكيل اللجنة يأتي في إطار التنسيق والتعاون المثمر مع مجتمع الأعمال وتيسير عليهم وإزالة العقبات وحل مشكلاتهم للتوسع في الاستثمارات والأنشطة الصناعية والتجارية، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتوسيع حجم النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب أخرى، فكلنا شركاء في بناء الوطن. أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد إجراء المسح الطبي ل 22 مليون و 141 ألف و 960 مواطن حتى الآن، وذلك ضمن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. وأضافت الوزيرة أن وزراء الخارجية والمالية والنقل أجروا المسح الطبي ضمن المبادرة. للمزيد من الأخبار تابع موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.